بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم ما بعد. ولا ليال إلهي با مهدسكال سبحانه وتعالى إن قهنونيي إسلام لماذا؟ إن قدي قيدد مسلمين إن سوق قارسيي بشان رمضان مباركة بركيسا حدنا بتوفيقه وعنايته وفجين حقي سكاهاتي إن وافجيي إن انصونه قيامنا وإستاغنه عبادات كلا قديسنا بشا دحل يضل السمايو أرن كاسي وأرن إن لغمهد علي مضن وأرن مضن إن لسدل تاغو محان كفا إدني مدرسة إيماني غا توبر كاسي طاعة رب عز وجل لسكوتا وبرايي محان كفا إدني إن سفي عن لسكودل تاغو إسلام أركاسنا محاحي غا ما هل كاسي كو إكتاي إلا نقفكو على الدونية مركو كورسا قاتو إنو ويحي كما عاشو إنو كفا إذو إنو محالي إسبدل أو دريمو لكن هداد هل كاقي هو رجوكتو هذا إسبدل آغا السمينين معنه دوا محي وحبادا باسي أهوي مدرسة إيماني غا إيصونك وحيالها لغفا إذا وحكم إذا ولا ليال الصبر عبادة جليلة إلن صونكو وعبادة أذق أعرصوة تكليف كالسكو كالفي عبادات كأقوع العلوس بكمدين محيالي قفك وحلو ديدي وحياله أجعل شهواتك يا رغباتك يا وحي أمحالي رداء الدنيا دي سأجعل أيا لغا منعيي أو أه عنادي عبتانك ضمرك يا أمحالي رداء حاسك وتقديسي وحاسو إذل أو أها دلالك الدنيا دا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب متاع ذا أما ألابتا يراحيس الدنيا ذا وقفك كل راحيسنا يي أيا قيب بضن وكم ذا نهار رمضان قفك لقى حرمي حرمتان كان لقى حرمي وأقبلي قفك مسلم كاهي سببته أقبلنا ومحي استجابة لمرضات الله عز وجل استقوا أو هذا الكإلهي يرى لأهنشيه السرجين يؤجيبي أيوة محي وقفك أقتغي ولذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام قدس الله كوري يدع طعامه وشرابه من أجل وعندي عبتانك أقتغي درادي يعني در إلهي إذن إن وقفك أقتغي صعوبة يا عليسك يا مشقة إنه أوجكسده أو جكسيمة أو يشاء وهو مهمة ولذلك الصبر كل إلماها وحوي ما أعطي عطاء أوسع وخيرا أو خيرا من الصبر سيسمك كوناكسا كخير بضن كجد بلارا مجرى الصبر ومن هنا والله عز وجل وتلمام إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله عز وجل وحو وأوفينا يا أوصينا يا ذاتك الصبر يو أجر كود حساب الآن أيا لصينا حساب الآن أيا لصينا ولذلك أول درس ودرس الصبر صبرك ومحوية هي طاعة إلهي سبحانه وتعالى إن أتكو صبرته مع صيدي إيا حمانتنا أتكو صبرته وأتكو صبرته قدرك إيا مصائبك إيا آفاتك دعية إيا قدارت إلهي كونك كم الآن أدوقك ستو وأتكي ستو سدح ذا الركني أيا ومحي لقفا إذا يوقفك قكسيم ويا لنا يا إذا ودرس مهمة وحيالها كينا ينا قيب كتهي نلوش حياة ذا قفك إنو كن نجحو هرمر أو سمايو قول إيا اللي من أو سوهو إيو وحا قيب كان نقونا يا إنت أو يهي تحمل كيسيات كيسي كيسا ولذلك الشجاعة صبر ساعة قيسي نمذو وإنا الحقا يرقكستا وحوي وحير با كاغد لمن قوشي يا نصري لكن ارن كاسي وحو خضوع يا سيدا اديغا او صبر كاغو ياهي مدرسة صون كاهي تا اي انا غطوا برتي انا نقك سنه وحوي مشاكل يا صعوبات كبا مدرسة ايماني غاي صون كاو حلقة فائدة ولا ليال ولا دوني الا جوكتيو داقن وناقا حسن الخلق دبا عدا وناقسن ومحايا لي
qofka dabeecadda wanaagsan darajata saa'imi alqaa'im, wuxuu la darajo yahay ruux sooman oo aana furaynin, taagan rabbi u cibaadaysanayo oo hurdadii ay ku yar tahay, darajada iyo ajarka uu helaya cinda allaahina uu ka gaarayo ayuu qofku waa maxay khuluqiisa iyo dabeecadiisu wanaagsan yahay, halkaasuu isna tegaya. Sidee baan uga faa'idnay soonku? Ilaan qofku markuu soonaa tiilat nahaar ramadaan, waxaa la amray in uusan caayin dadka, inuusan aflagaadaynin, inuusan dagaal iyo waa maxay gacanqaad iyo adinqaad uusan samaynin. Fa in saabahu axadun aw shaatamahu aw qaatala falyaqul innii saa'im, haddii qof uu caayo, aflagaadeeyo, ama maxalya la dagaalamo, weerar loogu yimaado, iska dhicin maye ee wuxuu odhanayaa war anigu waa soomanay, soonka ii diidaya dhaqan xumadoo dhan, cayda iyo aflagaadada iyo fadhi kudirarka iyo xumaatadoo dhan waxaa ii diidaya, soonka ayaa ii diidaya. Idan waa midda keentay in qofku khuluqiisa uu wanaagsanaado. Khuluqaasna walaalayaal waa wax weyn waay. Nabi Maxamed sal alay wasalam waxyaalihii ilaahay ugu galladaystay ugu mana sheegtay bay ka mid ahayd wa innaka la calaa khuluqin cadiim, waa maxay dabeecad wanaagsan iyo khuluq wanaagsan ayaad waa maxay ku sugan tahay ayaa la tilmaamay. Waxaa ka mid ah waxyaalaha laga faa'iidayo soonka in laysku tababarayo ama laysku tababarayba macaasida iyo xumaatada ka tegitaankeedu, hajra almacaasi ha almuhaajir, waxaa la yidhahdaa qofka ka haajira wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xarimay, xumaatada iyo fuxshiga iyo hadalka kiisa xun iyo ficilka kiisa liita, qofka ka haajiray oo ka fogaaday kaasaa muhaajir ila allaahi ah, hijrada dhabta taas wey. Idan ramadaanka inta lagu jiray macaasi badan baa laga hijrooday, xumaato badan baa irdahoodii la xirxiray, dhuudhuujin bay marka u baahan tahay. Waana middii laga faa'iiday xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam, man lam yadac qawla zuuri walcamala bih falaysa lilaahi xaaja min an yadaca tacaamahu wa sharaaba, qofkii aanan ka tegin hadalka kiisa xumaantada ah iyo ficilka kiisa xun, qofka aanan iska daynin waa macaasida iyo fujuurkiie, ama qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo, allah caza wajalla uma baahna inuu ka tago cunadiisa iyo sharaabkiisa. Idan hadafka iyo ujeedaduba waxay ahayd in macaasida laga tago, madarasadu marka waxaa laga faa'iiday soonku inay qayb ka noqoto ayaa la doonayaa. Waxaa ka mid ahaa ijtihaadka taacada in lagu dadaalo, oo qofku rasiidkiisa aakhiro iyo kaydkiisa aakhiro inuu badsado, waa iyada salaad iyo soon iyo sadaqo iyo qur-aan akhris, tasbiix, tahliil, cibaadaad kala gedisan oo badan ayaa ramadaanka dhexdiisa la sameynayay. Limaada? Si maxaa la yidhaahdaa qofkii uu aakhiro uu wax u hormarsado oo yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim. Walidaalik aan isweydiina walaalayaal, taqwadii lagu sheegay ujeedada iyo hadafka soonka loo waajibayay waa inay tahay lacallakum tattaquun, inaad rabbi ka baqdaan aawadeed ayaa waa maxay loo jideeyey ramadaan. Taqwada iyadeed ma xaqiijinay? Hal xaqaqna mase maanan xaqiijinin? Ma ka faa'iidaysanay faa'iidaysi dhaba mase kamaanan faa'iidaysanin? Nafteennu ma bedelnay mase maanan bedelin? Su'aalahaas waa inay nagu soo laabtaan, maxaa yeelay ilan qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala ma bedelo ilaa isagoo isbedelo. xumaatada aad ku jirtid ka bixi maysid ilaa adiga dhanka wanaagsan aad u baxdo, adigoo dhan wanaagsan ku jira wanaag haystayna wanaaggaa lagaa saari mayo ilaa adiga aad xumaatadii u banbaxdo oo aad raasato. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim, allah caza wajalla qowm ma bedelo xaaladay ku sugnaayeen, nicmo kama qaado oo faqri iyo dhib ma geliyo, amase maxaa la yidhaahdaa xumaatay ku jireen intuu ka dhex bixiyo maxaa la yidhahdaa wanaag ma dhex geliyo, ama wanaaggii intuu ka dhex bixiyo xumaato ma geeya, xaaladuhu isma bedelaan, aadanuhu ku sugan yahay ilaa qofka isagoo isbedela. xataa yugayiru maa bianfusihim waa sunna kawniya, taqyiirka aan doonayno marka isbedelka hadday tahay cala mustawa alfard qofka marka laga hadlayo, ama hadday tahay cala mustawa alusra qoyska iyo familka marka laga hadlayo, ama cala mustawa aljamaaca waluma ummadda guud ahaan iyo jamaacada muslimiinta oo dhanba marka laga hadlayo, isbedelka la doonayo ma imaanayo ilaa uu qofku isaga iska bilaabo taqyiirkana uu saciyo. taqyiirka marka waxaa inoo sahlay madrasada ramadaanka, wax badan bay fududaysay. diyaar ma usiinahay inaan bedelno? diyaar ma unahay nolosheenna iyo suluukiyaadkeenna iyo habdhaqankeenna inuu wax badan iska bedelo? mase halkiiba qofku ka miisaya markii ay waa maxay uu ramadaan dhammaado? dabcan dadka qaarkood saasay noqonaya, wuxuu shabahooda u dhow yahay
هوينيدي قرانك وكور كور رمي اللي سكن هي حالته دو كلا ان لو سغناده ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم. طيب ايته وحيت الماميسا لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا حنقولنا سيده هوينتي حرق اي هجاجينيسي او اي حرحريسي او ادكينيسي مر الله مركي ودميسترنو oy si fiican u hagaajisa xariga oo la intifaacsan laha laga faa'iideysan laha wax lagu qabsan laha markaas waxay sameeyneysa inay dib u furfurto oo xarigi hadana tacab qasaar weey koobi hadana kasoo bilaabaysa markuu qiimadii gaaro wixii la dheefsan laha oo laga faa'iide laha hadana way furfureysa waa halbacaad lagu leysay waa tacab qasaar iyo dad badan marka ramadaankoodi saas u noqonaya bishaasoo dhan uu dadaalaya اجتهاد يا طاعات يا عبادة يا مساجد سوق ليتاني يسبدل في عم بقول دعية مجرد رمضان مركوب بحبة حالة دي سهرة أي يدب أقول الله بنا يا والعياذ بالله ومن هنا عبادة ولا ليا يهنونكو ما له رمضان ما إلا الرب قال رمضان إسكله ورب بقية الشهور بلها كلا إسقى الرب هو إسقى يا بلها كلا الرب هو ومن هنا نبي محمد بقولها صلوات الله وسلامه عليه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ربك عابد إلى يقين تكاغت ماضو اليقين وموت كوا قيرد إلى كاغت ماض ربك عابد إذا قفك مسلم كاهي راح مبد جرتبة ألا مستراح إلا إنه قيريو دم أوغي أو جنة ربي أوغالو مركز الراحة بلاوة نيسا إنت كهر ريسو الدنيا دم وكدي ومشقة ومحي وتعب وحب الأبور يوه إذن إلا النقض عاملة ناصبة تو شقينيس إهدنا واحد كل شقينيس قال لك إنه دال كلي كتر يفتي صح ما أهو ولا ليال أرين قفك مسلم كنا كوها بون ما أها ومن هنا إنه قفك استحضار صدو آدنها عمل كيس وحكوكو أجيردة وحكى لو جوين كرمال إذا مات ابن آدم إن قضى عمله عمل كوحكو أيا marka uu geeri ay timaado markaas waxa laga soo reebay acmaashi saddexda ahayd ee ku sii socon karto qofka rasiidkiisa akhrawiga badin karto oo walad saalix ah ama cilmi naafica oo dad u baray ama sadaqa jaariya uu ama hay sadaqaystay waxa marka la iska rabo madrasadan ramadaaniga ahi in istiqama iyo toosnaan ay ino faa'iideyso istiqama والتوصنان وضد الصراط كمستقيم كاهي إن لغو التوصناده سيد الله وأمري بنبي محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك توصنوب لي أذيغا يعدي كرة عضاء إلهي سبحانه وتعالى أطابت كينتو وأذيغا اللي جركاغا إيا معاغا نهجيغاغا إيا طريقة دانا كسعته ومحي إلهي سبحانه وتعالى أطوصنوه فاستقم في الجماعة أنا أمد محمد يدا والله أمري الله وتربي وتلمامي فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ألا أتوصنا هذا استقيموا إليه واستغفروه دم بدافنا ويديست مدى سوي ولا ليال مدى الاسكرة بقو عمل كان إلا جوكتيو صون كوادا ماذا طبعا وقبل قبل لكن هدنا وحجروا صومن كلو إلهي وجدي قفكي باب الصوم لوفري دتكو عباداتكو قف مال بالوفرة dad yuuga qarkoodna wal isugu dara ruux ba soonki ilaahay u sahlay oo isku xiri karo isniin iyo khamiis iyo sooma iyo ayaamul bid ko dhan loo sahlay sita min shawal soomaya waxa weeyay wahaakada juhdigi suba soonku ilaahay subhanahu wa ta'ala u yasiray ka faa'iideysa marka isku day tabar fiican ba la qaatay in laga mid noqon karo hadii baabka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku furi waayo baabka salaada in lagu furo waayo oo aad ku dadaasha كي واجبك طبعا يسوي مر والبقرقرة ملا وحن كهل لأنه وقوة سنن كأول صلاته واجبك ها إنه قفك مال صاره إسلامك قوة كلا السنن كأو قدر وجوكتيه صلاته نوافشها أها أما الرواتب تقدم بيا صلوات كمفروضات كأه قوة قدم بيا أما صلاة الضحى يا صلاة الأوابين كلو يقان برق كلا تكدو محل رهدا نفلك مطلقة يا قيام الليل ك هبين كلا تكنيه كوا سو كلا إن قفك الله فرا وا محي توبركي ورمضان وكقاتي وسيجوكتيه أيا لدوني باب كاسي حتى كوا أتكال أبواب تو أبدين باب الإنفاق إن أتكفى إذا يستو وا محي نفقة يا صدقة الله بحيتان كوضا يا كورقبك دتك الظروف يسنا المسلمين تكمل دهي إن قفك كورقب سي وأجر أهله إلا الإنفاق جميع السنة ومفتوح رمضانكم قيدنا رمضانكم حي أحيد
noocan ma uu kugu dardargelinayay ziyaado iyo waa maxay nooc dheereen ah ayaa lagu siinayay inaad dheerayso xagga waxbixinta. Laakiin markuu ramadaan baxay, haddana in halkii laga joogteeyo ayaa la doonayaa, bal nafaqada iyo sadaqadaasi waxyaalaha qofka aafaadka looga xayiraw, waxyaalaha qofka khayraadka ilaahay subxaanahu watacaala adduunyada ugu furfurow, xawaa'idtiisa iyo arrimihiisa waxay isugu toosayaan, waxaa qeyb weyn ka ah walwalka uu ka walwalaya dadka duruufta qaba, ama ehel iyo qaraabo ha ahaado, ama muslimkaa guud ha ahaadee, walwalkaasi ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugu maxaa la yidhaahdaa yasiraya arrimihiisa. qur-aanka iyo kutadaburkiisa iyo akhrintiisu ramadaan kuma eka, bal sanadkoo dhan ayaa la rabaa in kitaabkani la nooleeyo, aan la noqonin in laga haajiro. ha ina waxa weeye ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuuran. ha rasuulka markuu rasuulkii baa yidhi, baa laga waramay qowmkaygii qur-aankani waxay ka dhigtay mid laga haajir mahjuur. oo waa maxay hadday tahay haajiritaankaasi akhrintiisa iyo in lagu cibaadaysto, lagu tukado, in lagu tadaburo, in lagu camal falo axkaamta iyo waxyaalaha uu soo arooriyo uu sheegayo, in maa maxay laisku daaweeyo, ilan qur-aanku waa shife oo laisku tufo uu qofku isku akhriyo, wahaakadaa in qur-aankii isna waa maxay dawrkiisi la siiyo oo laga faa'iidaysto. guud ahaan walaalayaal, ramadaan hadduu baxay, munkaraadka iyo macaasidoo dhan irdahaas intii la xiro, daacaadku inay qofka ay u furfurmaan ayaa la doonaya. waxaa muhiima walaalayaal, istikfaarta in la badiyo, ilaan ramadaan waa dhammaaday, laakiin in nala ka aqbalay ma ogin, in nala ka aqbalay garan mayno. salafkaa laga wariyaa ridwaanullaahi calayhim ajmaciin in ay ilaahay bari jireen 6 bilood oo ramadaan ka horeysa inuu ilaahay gaarsiiyo, allahuma balliqnaa ramadaan bay oran jireen. markuu ramadaan ay gaaraan oo ay cibaadaystaan oo ay dhammeeyaanna, 6 bilood oo ku xogtana ilaahay bay bari jireen in uu ramadaan ilaahay ka aqbalo, allahuma taqabbal minna bay oran jireen. leanno cidda wax laga aqbalo, inamaa yataqabbalu llahu min almuttaqiin, dadka taqwada iyo alla ka cabsigay ka tahaa ilaahay wax ka aqbalaa, dadka kale waa lagu celin karaa oo waa maxay waa lagu soo tuurayaa oo wixii inaan laga aqbalin baa suuragala. wamin huna ilaahay subxaanahu watacaala waa amray walitukmilu lciddata walitukabbiru llaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun. takbiirta iyo waxyaalaha laisku amray qeyb bay ka mid tahay. aadam oo abulbashariya oo nebi min ambiyaa illaahi ah ayaa rabbi baryayay, oranayay rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lana watarxamna lanakunanna min alkhaasiriin, rabbiyow nafteennaan dulminay, ha haddaadan noo dembi dhaafin oo adan noo naxariisaninna dadka khasaaray oo hoogay baan ka mid noqonaynaa. waa aadam oo nebi ah ayaa sidaa ku qowlaya oo rabbi subxaanahu watacaala u calaacalay. ibraahim oo imaamu lxanafiya, imaamu tawxiid ahaa, ululcazmi min arusul ka mid ah, khaliilu raxmaan ahaa, ayaa naftiisa u baqaya oo wuxuu leeyahay waladii atmacu an yakfira lii khatiiati yowma addiin, ha rabbi waa allaha aan waa maxay rajaynaya tamac iyo jirin ay iiga jirto an yakfira lii khatiiati yowma addiin, inuu ii dhaafo gafkayga maalinka yowmuljazaha, maalinta laisxisaabin doono oo camal uusan jirin, qofkii waxa ka horreeya keliya lagu xisaabin doono, maxkamadda lagu qaadayo, waqtigaasi inuu ilaahay ii dembi dhaafo ayaan rajo ka qabaa buu leeyay uu rajaynaya. waa ibraahim. muusa, rabbi innii dalamtu nafsii, ha buu leeyahay wailaa takfir lii watarxamnii akum min alkhaasiriin, ha waxa weeye rabbiyow naftaydaan dulmiyey, haddaada ii dembi dhaafinna waxaan ka mid noqonayaa dadka khasaaray. dannuun oo asna nebi min ambiyaa illaahi ah, waa tuu oranay laa ilaaha ilaa anta subxaanak innii kuntu min aldaalimiin, ilaa xaq lagu caabudo ma jira adiga mooye, rabbiyow hufnaan iyo nasahnaan baa kuu sugnaatay, ceeb oo dhanna saliim baad ka tahay. waa maxay innii kuntu min aldaalimiin, waxaan ka mid ahay dadka dulmiga sameeyey oo gardarooday. wamin huna walaalayaal, waxaa muhiima sida ambiyada ilaahay ay u baqi jireen in loo baqo oo loo cabsado ayaa la doonayaa. cumar ibn cabdillaahi ibni cumar ayaa laga wariyaa inuu yidhi, low aclam anna allaha taqabbala minii raqca latamanaytu lmowta ithraha aw bacdaha, haddaad ogahay inuu hal ragcada ilaahay iga aqbalay, waxaan tamanin lahaa inaan ragcadda kadib horay ka dhinto si aan ilaahay ula kulmo anigoo hal camaloo nadiif oo lii aqbalay aan haysto. soo ma jeedin? waa cabdillaahi ibni cumar, welwalkaasaa ku taagan camalkani ma la aqbalayaa mase lama aqbalayo.
والولكاسي ومدك عبد العزيز بن أبي الروات وتلمامي ولي أدركت أقواما يجتهدون في العمل الصالح وحنسو قاري ضد عمل كون ونكسن كد ذالي فإذا فعلوه مركي سميان أي قتان عمل كي ونكسنا وقع عليهم الهم عليس يمرقو أي الدوش يكفو ليسو وصوبت ومحي أيقبل منهم أم لا مي لغا أقبل دونا مثلا ما أقبل أيو مركاسا والولكو بلابني وانا مده والنبي وعدي عليه الصلاة والسلام عائشة مركي ويديسي يا رسول الله هذا الكرب أويله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون كوة لا إيمانية وحي لي ما دين أعماله وعبادات بدن صوبينية إيغو إسلام مركز قلبي بوضو والولي وقلوبهم وجلة وحي سمين وحي علي سمين ولي ما دين مركا وحا اي سميين كدبنا ويولولسيهم وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون ربي ان لو لابن دوني كولولسيهم والبهار باهيو عائشة وحيتني مكوة توكتو وحضا او اسبار ليدا اها مكوة زينيستو فسقي حمانة سميا مكوة خمرق عبا مقولوين كسر لغا وضا معاصيدة حمانة كجر مكا سكويلة لا يا ابنة الصديق عائشة رضي الله عنها وارضاها ساس ماها عائشة أرنكو سيدا ماها إيه وحاويي كوا عمل كوان وناكسن سمي طاعة ربنا كو قد جيرة لكن مركي سميان أي بقيانو إنان لغا أقبل إنان لغا أقبلينين أي وامحي أي سنكال قرانينين إذن ولا ليال حمهيمة إن سيدا سلوبقو وقفكو وإسكا إلالي عجبك إيه إنو إسكو ملايو إنو خطري هاي إنو وحوال بسميي إن محالي رهدا ويهي قف كي عبادتي سلا أقبلي قف سفي عنو عبادتي سي صومي صلاتي ما شاء الله ماشي للربا إنا تقارتو إنا الأرنكا إسكتنا نعيسو صحما إنا تبقضا للربا إنا تمركز سا بطستنا موهو فلا تمنون تستكثر إنا وحا أتسامي سي أي كولبضت ماهن إنا كولبضتو ماها كلما أدعجب أوكو قلو كلما وحا أتسامي سي إنو بدي هاي أضم ليسو كلما هزي مدى يجبك يخساره ويسودك دقيسه يوم حنين وحي كل جبين مؤمنين تي صحابه وحي أهيد ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين يوم حنين وحلق الجبين مكي مؤمنين تي أكين وحي لن نغلى اليوم من كثرة ما أنتنا لك ما أتكان أيو فربضني عدنا فربضن ماله إذن كذي أدو بضنا مركي عجبك iyo batsinadaasi ay qalbiga gashteen ay u maleeyeen inay iyaduba tahay guushu Allah azza wa jalla wa maxay darsi isagoo siinayo ayaa wa maxay hazima iyo jab soo gaaray ah udaqat alaykum al-ardu bima rahba dulkida ciriiri ku noqday isagoo dulki waasiic u yahay dadka qaado bisabab rucbiga iyo hawliga iyo musibada ay la kulmeen iyo jabki ku dhacay soo ma jeedid xagee looga yimid waxa looga yimid badnaanshaha markay isku maleeyeen inay wax badan dad badan ay yihiin كلما عمل كسيدا سوك على إسناء أم ليسو إن العمل بدن سميسي وحسود ومركز خسارة هذه إن قفكو حسوسنا هذا للدنيا آخر مركي لا تقرب وكشيكي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وحا أظاهري أو أم وقضي اللي حقي مركي أي تغين أو يهور تغين وحاين مرنبا قرشها قدر سنين وحاين مرنبا أم لينين لم يكن في الحسبان مرنبا التلاذة أقمجرين ساسي أرنتو نقون يسيداسي واحد سكوب بدلي دونان مرنا وقف كموصور لقالين با ها لكن وليا بدونا فاجع يكون قندون تا يوحو كاما كاغا وليا ودكفان أي نقندون تا قيامة يقف كوحا هوريا إلا وحو البالة صور أروريني مركا طاعدو إني كولبضة ماء مروا البنفتا دا إنا وامحي تهنتا أيا لدوني مراركا قاركود قف كو حلقيا وإنو اسكو هيستو إنو وحو ناكسن سميني لكن حقيقة أي تاي إنه بدعك سجني هاي عقيدة دي سو خربان تهاي عصيان وكجرو وضاء صحيح إنه كتاعي لهي كعبد يو بالغية با وأنا إسكوها السودات كبدبادة يو إنه كجرو ربي وكشي كي قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وحلوير النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمد على كله هل أنبئكم ورمين كجورم ميدين كجشيك يا بالأخسرين أعمالا هو عمل كودي وخساري هو عمل كودي وهوغي وبأي ميدين كجو الرما وكوة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وكوة شقضوا ذي يسعي جوجي يدلال كودي الدنيا ذي كجرين
وبادي ودب هذه كسبنايين وخساري. لكن إشكال ككسي دروام حي وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وحي أم لينا يان إني توسيهين إني ود الصحة هيان واسمه ديان واسمه دينتي ولا اسمه دينتي وهل كاسا مركا لقاري مركا سألي هاي كوة خساري وكوة صوي كوة خساري بالأخسرين بالغوت المامي وخسارين. إذن عجب قاسي للدوني ماي ولا فمن زين له سوى عمله فرآه حسنا كورن بالي روح لو قرحيي عمل كيسي حما سو عمله بل لو قرحيي مركاسو فرآه حسنا إن وناكسن يهيبوه هسا عمل وناكسن ويهي سو مجدد قفكو وحال الدونة يا ولا ليال آفاتك عمل كبربرية إنو اسكا إلالية وكوكا يهي النفاقة يا الرياقة يا عذبة يا سمعدة يا شهوة دونك يا هلقا شيغ يا هلقا أركو يا هلقو أمانو هلقو قتح قليو وحيالها سوحيالها عمل كبربرية وي إنو قفكو مركا كدكتون هادو وحال الدونة يا ورمضان كيسي وهقاديو وحيالها مهمك وحكم إذا ولا ليال رمضان هديو دماضي إن أوقفكو يشو عمل أوجوكتية عمل أودائمه وربي سبحانه وتعالى أوجو عبادي استو إلا أوكد إنتو أوسن مرنبك تغينين حيا لي عبد الله بن عمر أيا وحولي يا رسولك وحولي صلى الله عليه وسلم لا تكون مثل فلان عبد الله وهبل وكلها النقون كان يقوم الليل فترك قيام الليل هبين كيف تكنجري وقيام الليل بو سمين جري مركز وحكتري قيام الليل كبوس كداي حديث صحيح كوسوم هنقول نكاسو كلا نوع عيسو كلا هنقول سيدو كلا ابن عمر حلقة وري حديث كلا والنبي صلى الله عليه وسلم وكير نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل وحا رجع أوقف في عنان لها عبد الله يبقى أوقف في عنان لها لكن وهديها بينك وتكلها عبد الله مرك وركا مقلي فكان يقوم الليل ولا يتركه وتكنجري هبينك ولي جينا كمتج مرضا به ما دام وهذا كان النبي وكما قال صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص اسمه صحابي جليل ك ايام مضن ان قصدي سلوس وقات تصالح او وحو النبي كدل بدي صوم من صوم بدن بوها انه مالين ولا بصومه تلوين بالنبي سي وحو كيري بل ولا بسدح بريك صوم ايام البيت ككليك صوم يري اني لو اطيق اكثر من ذلك انت كبدن بان اولان ان حوق لبان هي خميس سنين تصون ما انت كبدن بان اولا مركز النبي وحكي صلى الله عليه وسلم صم يوما وافطر يوما ما لنا صون ما لنا اسكافر بس كوير انت كبدن بان اولا لا افضل من ذلك بيرو. انت وحكبدن وكفضل بدن مجرو وصيام نبي الله داود احب الصيام الى الله هو صومك النبي داود اي سيده اسوم جري عبد الله بن عمرو بن العاص ثلاثه بقات او ماشي وقدم بيسي وقف جاري كري عبادة صنك وكجار لكن دردارك النبي مو صن قادني او اها ان وحن اسكفضو ضيو ولا جوغي عمري جوا كدبر ديرادي دابا كتبت تمت تبر الرأي ضعف بايمت عبد الله بن عمرو بن العاص وسومي كريوي حتى لو حصو حصوصتي النبي صلى الله عليه وسلم جويسكي اختياراتك وسيني وكل الدورسيني كان سمي كان سمي وحو تمنيي انو رخصتي فضليت اسكا قاتو حدنا نبي قوات صلى الله عليه وسلم مال رخصتي الوقت دوا تقمله وحو نعبيستي ان عمل ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وكوغا وقيريو لإساقو سيدا سمينيو ان قيري دي سيكدب عمل خلاف صلى الله عليه وسلم سنتي وكسع لي وضدي يا طريقة ذي إنه بدلوا أيود إبصدي تي أيود إبصدي ولذلك بحوس ما يجري تبر دردي مركي كتم بضتي ما الماء أيو أفر يجري بدن حريرة حتى لما الماء حريرة وكون يجمع أيو سوم يجري مركه وحوجها وكدة لو ما لنا إنه صوم ما لنا وأفره بحوس ما يجري ما الماء حريرة صوم كيسكو حريرة يجري حتى لما الماء حريرة أيو أفر يجري سيو وحوجه يستو كل هذا نوع أصمانة يا كعررتان وكعرريو عمل وبلابي إنه كتوى حيا لي نبي صلى الله عليه وسلم وحوج يري أحب العمل إلى الله أقله أو ما داوم عليه صاحبه وإن قل عمل وحاله وجد علي ألا أكتي متكوام حي وقفك جوكتيه ودائمه
ولو هبا يراده شيء يربى هي أنا قده حداد جوكتي سو إسبرتو هل شلنا إنا صدقي سطو مالنكي أما ويجي قد جوكتي سو إستيقا كي خير بدن متكن كالي أو آدن جوكتين إنا نوردقا هاي سيكستو بدن يهي مرمار انتاد نشاد اللي ديدي ما يقفكين مرمار انتو نشاده وهدنا أعمال بدن أو سمايو إلهي أو عبادستو حدنا إنو قفك ورد اللي يهي وح أقوني أه وسنكتغينين أو جوكتين أي رب سبحانه وتعالى وكل كل مايو لكن هذا نوع مهمة عمل كنوع عاسة إنه سنقفك إسعصلينين وحفظت ولكن أكسر بحكرة إنه سما يخذ من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل عملك وحاتك قادتان واتسميسان وحاتكرتان محايا لإلهي سبحانه وتعالى مرنا بدالي ما يأذنكم بدالي ها أنكم بدالي إن عملك هذا سكبضي الصوت مركض ما أذن بدأ أود الدونين لكن إلهي سبحانه وتعالى مرنا بكدالي ما يو ها إذن محل الدولة يا عمل وقفك قاضن كره وصمين كره ووليب الجوكتين كره إنه ليه ماذا حمويم ولا ليال رمضان أنت اللي قدري شياطين توانا لك حر حري وصفيدة الشياطين ومرادة الجن مكي رمضان لقبحه حرقها لغفر فريا حبسية دي كسو بحيان إيه وعرضة كبضا أو يرير كودي عيال كودي بوجال كودي وحوذي ودن مضحذي إيه محليا وحوذن فانتشروا في الأرض الدنيا ذا سفافيا أو مشاحياً أو محيء صعداً بني البشر إني فتنياً إني آذنها أي فتنياً أي صعداً دارنا وكوك علي إبليس عليه لعنة الله قال فبعزتك لو غينهم أجمعين ربي وعزة ذي شرفت هذا كل أرتي لما هو مباضيين بيري وتيو يري محالي رهدا لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين مذي يبذح يهرأ يقذاب إن عكستو أيان أوجكين يا دجال، والدجال وما حي أنا نسينا لهين، أو مال جوني هل جهة كلي أنكسر عنين، إلهي سبحانه وتعالى حير شقذ هذا قبصه، وبلن إن أذنولان يسألكم كوك قدومه، وما حي آخر الله قيامة اللي جاره أو كم كلا ختمه يو، وأذنولان يسا، وحكروا له بيري استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أو كذا كوكعي أو فردها كوكعي أو حوي رشينك اللو ذاك أو المها اللو ذاك أو وحو البق دعمتك الشو أي ليهن آذنة أنت أتكحي سنكرته وأتضوف سنكرتنا الضوف صو لكن بلن بو الله قاضي لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين جهنم وحنكبه حينينا أذيغة إيه أنتي كرة عضو جهنم أم بلقبو حين يا أول الجلينية ولذلك ولا ليال إن شيطان كنوع عاسة إيه صوفة رب حسنية رمضان مركوسان ولا ما عضو إن دكتوني دي سلايشه وعدو خطر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو عدو كدكتة شيطان كوا عدو عدو كدكتة ها إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامي شيطان كنوع عاسة إن ومحي أود وسن كلها هندتك مؤمنين تا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين كو هوغي موغي أولومي موغي دتك مؤمنين تربت أهي الشيطان أود يعتبر أمالها إنو فتنية أما أودوف صدو محايا لي عناية ربانية كسو غيهين حرس حر كودي بي قبان أذكار تودي إيه قبان قران أخرس كودي بي وطان وإس إلالين أيان كوا سوا محاي وحبك ما قادي كرو وحلقوت المامي شيطانك إنه كيد كيسية هاي إن كيد الشيطان كان ضعيفا ومتبردرا لكن يو تبردرا يدتك مؤمنين توا لكن خوفكو هدو الشيطانكو ودديسة وراعو شيطان كيد كيسو خطر بكون غنية لكن روح مؤمن كشيطان كيد كيسو لغرتيسو وحبك قادم ميسو إذن شيطان أنسك إلى علينا ولا ليال إيو وحقو مليقيو وحسيدو كلا إسك إلى علينا باهن نفتا أنوضنه التي بين جنباتنا نفتا إن وجرته ونفخ تروي ويدب ضنتها إذا أيوام حي إن النفس لأمارة بالسوء ومت أمرتان بضن ومر والبفريس حمانتا حيجعيش نفت حمانتا إلا إن جندا ولا ليال وحيالها لأن عبي هاي ومكروهات ونفت أي لبسانيسو أي حينداب الله غدقي ولقوة ريجي صور كيدو ووحا أي نفت لبسانيسو بينما جنذو وحا اللقوة ريجيه أي تهي وحا نفتو نارتن كوضا وحا نفتو أي جعشا نارت اللقوة ريجيه كلما أدجعشا هي الدنيا كلما أدجعشا هي نعمة راحيسي أدجعشا هي إن المحالية حولئي هنتئي وحوالبو
نفتو وحا دلالك الدنيا ده يمعمعان كيدو كيهليسا إيا حماتادو دان وددا نوع عاساهي ووددا النار تلقوك آدوا إلا نارتو وحا نفتو إيج عشا كوها ريسا جندونا وحا نفتو إيج نعبتهاي نفت النوع عاسا وحا يوبان تاي قصبت سندولين إيوان محاي إلا قب جبيو أو لطوبرو أو لليليو سي يوغوهو قانسنتو وددا الله عز وجل أو إنا فري نيكي يوغوهو الرييي ee wax dilah ee sunnadan dilka iyo gumaadka iyo maxalli mishimida dadka la mishimo qofkii ugu horeeyo keeno ibnu ina aadam buu aha markii qaabil iyo haabil markay isdilayeen maxaa ku kallifay allah azza wa jalla wuxuu tilmaamay fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah naftiisa baa u qurxisay in waa maxay uu dilo inuu dilo maxaa la yiraahdaa walaalkii markaas uu dilay walaal naftii buu ajiibay naftii buu warkeedii u yeelay ninkii ahaa saamiri ee reer bani israa'iil fitneeyay qowmi muusa ee cijligii xumaa ee uu ilaaha uga dhigay uu yiri fa akhraja lahum cijlan jasadan lahu khuwaar faqaaluu haada ilaahukum wa ilaahu muusa fanasi waxay yidhaahdeen ilaahigiina waa kanaa ilaahigii muusena waa kanaa waa iska halmaamay kan uu baa la rabaa inaad caabudaan oo ilaaha saxa cijli uu sameeyey markaasa waa maxay markii la weydiiyey maa khadbuka yaa saamiri qaala basurtu bima lam yabsuruu bihi faqabadtu qabdatan min athari rasuuli fanabadtuha muxuu yidhi wakadalika sawalat lii nafsi naftiisa saas u qurxisay naftaa hogaamisay iyadaa hor booday markaasuu hor cararay markaasa wuxuu ka dhacay hoogaa iyo matahaadkaasuu ka dhacay الله عز وجل هو تلمامي نفتا خطرت هذا إن يظل لقاء مرقادا أفرأيت من اتبع من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه سوء مجيد وحوي إله إن تكدغة النفط هذا وهو ذي 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 إله سيد أقد إغنيسا إله حد أقد إغنيسا نفط أد عبديسا مركا إيادو هجانك كو قبطه مركا أي إيادو كو وضه ومال والبأي كو كحيسه adiguna aad iska daba socoto hayi raacaa tahay aadan ka fiirsanaynin caaqibada aadan indha indhaynaynin markaasi nafta way kaa adkaata walidalik almatluub waxaa ah in naftu la taskiyeeyo in la tahiro in la nadiifiyo boorka iyo wasakhda iyo daxasha daxalaysiga fuulayo in mar walba laga hagaajiyo guriga waad aragtay mar walba maintenance ba u baahan yahay hagaajin iyo ramanti in la geliyo rabaa haddii kale cawaamil azaman baa intuu ku dhaco gurigii waa dildilaacayaa wuu kharibmayaa wuu soo dumayaa wuu baaba'ayaa wahaakadaa nafta naftani waxay u baahan tahay dayactir waxay u baahan tahay in la mayro in la qurxiyo in la tirtiro ilan waa dhalo qalbiga dhaladaasi haddaanan daxalsha iyo wasakhda iyo madowga laga ilaalin iyadoo dhan way qarsoomaysa waxbana ma iftiin ma noqonayso laakiin haddii mar walba lala joogteeyo wuxuu noqonayaa qalb abyada qalbi nadiifa oo muuqanaya ayuu noqonaya wamin huna allah caza wajala meelo badan buu ku amrayo qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha waa maxay waxaa falaax galay oo liibaanay qofkii naftani tahira taskiyaya nadiifiya waxaana hoogay qofkii dulleeya oo wasakheeya oo ku istaaga ihaanaysa naftiisi naftaada ha ihaanaysani naftaada ha ihaanaysanin iyada ayaa ah waxa ugu qiimaha badan ruuxdaasi ilain qalbiga wuxuu tilmaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam marka ruuxda iyo laga soo tago jismigani cadka ugu muhiimsan waa mudqa oo haddii uu hagaago cadkaasi iyo gabalkaasi jirka intiisoo kale dhan waa hagaagaya hadduu fasahaadana jirka intiisoo kale dhan waa fasahaadaya alaa wahiya alqalb waa qalbigii idan qalbigii noocaas ahay waxaa loo baahan yahay walaalayaal in laga baraarugsanaado oo allah caza wajalla markuu dhaaro badan uu ku dhaartay washamsi waduxaaha waalqamari idaa talaaha waalnahaari idaa jallaaha waalleyli idaa yaqshaaha waalsamaai wamaa banaaha waalardi wamaa taxaaha wanafsin wamaa sawaaha intaa waa sideed dhaarood ayaa lagu dhaartay maxaa waxaasoo dhan uu rabbi ugu dhaaranayaa qad aflaxa man zakaa waxaa xaqiiqa oo dhaba oo war aanan waxa weeye shaki lahayn ah inuu liibaanay qofkii naftaa ka adkaada oo tahira waxaa shaki uusan ku jirin inuu hoogay waqad khaaba man dasaaha qofkii ihaanaysto dullaysta wasakheeya naftaasi inuu dulloobay idan naftan walaalayaal waxay u baahan tahay sidaas ayay u baahan tahay qofkuna ma aha inuu ku kadsoomo raxmadda ilaahi subxaanahu wa tacaala
هاو حدك مركز يرواني سدتك قرقود شيخ الله غفور الرحيم وي حالات شديد ودتك اكو ادت كاينين نحريست الهي وبدنت هاي جنات ارديد وبدنت هاي وثمانيه ها نارت ارديد ولا وتضب وحوي الهي سبحانه وتعالى نحريست سمر ولا ببدن سو مجيد هلكس كل ادي نعم نحريست الهي لا مقوس يدنا اصله لكن نحريست يا اسكلك الله عتل مامي واني لغفار حنودا بدافع يا ياوي معد كستا موقفك اسك ايدين ديلينيا ورجينيا او وحوى ايلتا هاي كليميا مايا واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وحادا بدافع لصينيا لمن تاب قفك توبت كينا وامن الهنا الرميه وعمل صالحا عمل ونكسرنا لي ماذا ثم اهتدى كدبنا استقامه يتوسنا لغه لي ووضدا صحدا كوه غانسمي روحا وين روحا والله سبحانه وتعالى رحمتي سوصيني الله ايتك لو كنت المامي ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه سو ما جديد وحوي رحمتي ذو وحول بك واسع نقطي يدا وحول بك غدا وين لكن يا لو قري اي واجبتي رحمتها فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم بآياتنا يؤمنون وحوي وحلصينيا عده ومحي الله سبحانه وتعالى الرميسي ونفتي ستطهرتي ايا رحمه الله سبحانه وتعالى هليا اذا تقوى سين لسكهله واعماشي ونكسنين دقفك مركا لغا هلو مركا سال ربا انو رحمه الله ورجيه بين الخوف والرجاء قفك مسلم كما هو عقيده السنه والجماعه ان ورجاء يا خوفك وهدبه اسكو ديلتيرو عبسي وكبقيه الله سبحانه وتعالى عرديسا يعقابتي سنبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وحلو حجيه وان عذابي هو العذاب الاليم عذابت ربنا ودرنته سيد الرحمه دي سو واسع تهي او وحو الب او غد وين تهي او اد رجينيسو سيدا سي كسي درن يدنا وا ان ام لميد نقطة ان الله سبحانه وتعالى عقابتي ساليم كي شديد كاهي ان لغا بق ولا ليال وحن كو ختميا اعماش لصمين يقفكم انو عبادات اسك سميه او اسكتو كدو صلاه او خياله بدن او سميه كليا كوما فيلنا حديث ابن حبان ابن ماجه وصو صار الشيخ الالباني وصحيح يالي من حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي قال يا يري لاعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا وحن اغان دونا اون كور هلي دونا بيوم القيامه امضى اذا دت كامله او لا ايمان دونه بورها تهامة وحلمدا وحسنات ايغو وتا أمثال جبال اتهامه وبورا السلسلة ويسكو حيرا وحسناد بيوتان لكن إلهي وحكس وقاضي وحن وحبجرنا هباء منثورا ها وحن وحبجر أي لقد إغيا ثوبان وكيا بي وحير صفهم لنا يا رسول الله جلهم لنا لا نكون منهم ونحن لا نعلم نوع تلمام نوصفه سئانا أغمد نقن أنه أنا نقرن تلمام هذا نصيدتك حسناتك ووين وتا هدنا حسناتك وذي هل بعد نقول لسيا وحباء لقس وقاضيني مركز النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم من إخوانكم من جلدكم ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ودد إذن لدغور ودد ولا لأتيهن واسكو نصب يدليتهن حدنا عباداتك أنت تسميسان بيسمينها حتى هبينك قيام الليل يتكشد قيبت هذه قاتان لكن يبقى حقوك هلي مرك إلهي سبحانه وتعالى أي محارمتي سأي قولين للنقضان حماتها مركي أقول إنه قدان مال خلوة أو كل قد أيه مركي تجان بيوان محي حماتها يقدان أي قعنت قشتان وحول بي قوشتان ها وعسك إيه يقفك مجتمع يبرو شذا إيه أنت كأجل له هريريه سه لكن مركو كل قيس نقضه أما مال قوني أو جوه حويي قفك أتقاني ماها قفك أتقاني ماها ده كان نوع عاسة ومركي كل قد يهيم إلهي سبحانه وتعالى مراقبة ديس يا كورقب كيسة يا اطلاع عيسى يا نح يا محل أوجانشي عيسى يا علم عيسى فضو ضيستي أو أم علينا إنه صل إله سبحانه وتعالى أجيدين أو مركا حماتة الصميني كوا وي كوا أعماش وذي هباء منثورا لقد إجيه إذا ولا ليال أن عفصنا رمضان كا أن صوصوني أو أن سوء عبادي سني يعني أن كدجين هوينتي حرق الصوه يسوع هجاجين يسكدي مدب وفرفريسي يعني أن دب الله بني هوريها الله صعده إلهي سبحانه وتعالى وحن كبري إياه إنه نقا أقبله رمضان كصوم كي صلاة قيام كي أعماشي أن سمينيه لن مسلمين تنقل قاره
انت دبت قبتنا دبت كقاضه ودن كان الى الله سبحانه وتعالى ذلك او اسكو هاجيو امني يا برواقي خير بدن امده دحبه قلبي ودن الله سبحانه وتعالى اسكو صدم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاه الله خير الجزاء شيخنا الفاضل الشيخ عبد الولي الشيخ محمد حاجي يوسف كلمدا سوانا دا قيم كا مهاي نو كفا ان رمضان مهانا هيجا انو ترى قلناي ان كسو خاتم نو برنامج كي دعوي ها ديرا بشهر رمضان نو سعودي الى سبحانه وتعالى قاودر انا غنغدي وكوا هذا الكوناكي سقاتك ونعمل فرح.